أبنائي وبناتي طلاب وطالبات التعليم الفني الصناعي والزراعي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا المدرسة ومادة الفيزياء للصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على درس جميل جدا وشيق ومرتبط كتير برؤيتنا أو بتعاملاتنا اليومية. أغلبيتنا بنتعامل يوميا مع فكرة الحرارة. الصبح حضرتك بتسأل وتقول درجة الحرارة كام عشان أتقل الملابس أو أخففها، أو بقول مثلا كوباية الشاي أنا عايزها درجة حرارتها عالية سخنة، أو لما بحب مثلا حضرتك خارج كده وعايز تجيب أي حاجة ساقعة بتعدي على السوبر ماركت، وقبل ما بيتكلم الراجل وتقول له الحاجة عندك دي ساقعة ولا لأ، حضرتك بتكون مادي ايدك جوه الثلاجه وبتعرف اذا كانت الكنز او الماده الغازيه ديت ساقعه ولا لا. طب انت عرفت منين نتيجه ملامستك ليها؟ يعني ايدك لو اتسحبت منها الحراره اذا هذا الجسم بارد، لكن لو انت مسكت كوبايه الشاي وبدات الحراره تنتقل لايديك هتقول ان ده درجه الحراره بتاعته عاليه. طبعا الكلام ده غير دقيق. اولا اليد لا يمكن الاعتماد عليها في قياس درجه الحراره، كذلك اليد مش هتقولي درجة الحرارة كام، يعني لا تملك قياس لدرجة الحرارة. يعني مثلا ما اقدرش اجي على حاجة سخنة جدا واجي اقول والله بقى يعني لو لمستها ولسعتك تبقى سخنة، بالإضافة لان انا ايديا مش هتقدر تحدد درجة الحرارة. هات ايديك الاتنين حط واحدة فيهم في تلج وحط واحدة فيهم في مية سخنة وحط ايديك الاتنين تحت الحنفية، ايدك اللي كانت في المية السخنة هتحس ان مية الحنفية باردة، لكن ايدك اللي في المية الساقعة هتحس ان درجة الحرارة بتاعت مية الحنفية ديت دافية شوية. اذا لا يمكن الاعتماد على اليد في درجة الحرارة. بالاضافه الى ان انا لما اجي اسمع كده ناس حواليا بيتكلموا، البنات اللي بتدخل على النت عشان تجيب وصفات وتقول وتقرا كده ان الفرن بتاعي يكون على 350 درجه، احنا الافران بتاعتنا 200 250 والحاجه ممكن تتحرق، 350 بتلاقي جنبها وحده قياس غريبه عنها اسمها الفهرنهايت. ال 350 فهرنهايت مش هي دي درجه الحراره اللي انت بتتعامل معاها. درجه الحراره اللي بتظهر معاك في النشرة الإخبارية على الجو دي بسميها درجة الحرارة السيليزية بوحدة قياس اسمها السيليزيوس. يعني ايه وحدات قياس؟ احنا درسنا قبل كده ان انا عندي لما باجي اقيس الاطوال بقيس بالمتر، لكن بعض البلاد ما بتاخدش المتر كوحده للقياس، الاقي بلد مثلا بتستخدم الميل في وحده في قياس الاطوال، الاقي بلد بتستخدم الياردة يقول لك من مراخير الملك لطراطيف صوابعه يبقى هي دي المقياس بتاعي. اذا انا عندي وحدات قياس مختلفه في الحراره زي ما عندي وحدات قياس مختلفه في الاطوال. درس النهارده احنا تقريبا يوميا بنتعامل معاه، وفي يعني حاجات بتحصل معانا نقدر ببساطه بعد دراسه الدرس ده ان احنا نوجد لها تفسير. تعالوا معانا نبدا درسنا الجميل النهارده وايه اللي بيتكلم على الحراره. درس الحراره يعني ايه حراره؟ هي الخاصيه التي يمكن بواسطتها الحكم على نظام ما من حيث انه في حاله اتزان حراري او عدم اتزان حراري مع الوسط المحيط به أو الوسط المحيط بالنظام. يعني إيه محيط بالنظام؟ يعني إيه نظام أصلاً؟ كوباية الشاي بتاعت سيادتك دي تعتبر نظام. نظام أيوة، مية، نبات الشاي، مواد كربوهيدراتية، السكر الموجود فيه، أي إضافات أنت بتحطها نعناع، لبن، أي حاجة موجودة ده أنا بسميه نظام. أنا بحكم على كوباية الشاي دي إنها سخنة نتيجة إن أنا لما بحط إيدي عليها تنتقل الحرارة من كوباية الشاي إلى إيدي. كمان الحاجة الساقعة لو مسكتها أحس الحرارة بتتسحب من إيديا، معنى كده إن درجة حرارتها أقل من درجة الحرارة بتاعتي. عشان كده لازم يكون عندي وحدة لقياس درجات الحرارة. مرة كده كنت بتفرج على فيلم أجنبي فلقيته بيقول إن في عاصفة ثلجية لأن درجة الحرارة هتوصل 30. أنا استغربت جدا إيه موضوع 30 ده؟ 30 دي أساسا أنا هنا ممكن ألبس تيشيرت نص كم، عاصفة ثلجية إيه اللي 30؟ لكن لما تبدأ تشوف هو بيتكلم على إيه تعرف إن 30 دي بدرجة الفهرنهايت دي تعتبر تساوي كام؟ تعالوا بقى نبص على الإنفوجراف ده أو الشخص ده بيقول اهو انا عندي درجة الحرارة 30 فهرنهايت، الجو هيبقى برد. طبعا 30 فهرنهايت ازاي يعني 30 وتبقى برد؟ طبعا ما ينفعش. لكن لما تعرف ان ال 30 فهرنهايت دي
تعادل 1 درجة سليزيوس، يعني تعرف ان درجة الحرارة هتبقى 1. طيب لو انا مثلا درجة الحرارة بتاعتي وصلت 40 على السليزيوس، ده معناها انها درجة حرارة مرتفعة، وقد اكون كمان انا مريضة، يعني درجة حرارة مرتفعة لدرجة المرض. ساعات بنسمع كده في نشرات الاخبار يقول لك ان درجة الحرارة النهاردة 60 درجة سليزيوس، 60 درجة عالية جدا، ده معناها ببساطة جدا ان بالدرجة دي انا ممكن اقلي بيض على الاسفلت. 40 مبهمة كده، لو انا بتكلم على الدرجة السليزية يبقى انا بتكلم على درجة حرارة مرتفعة وشمس طالعة، لكن لو انا بتكلم على 40 سليزيوس معناه ان انا ممكن يجي لي نزلة برد. ايه بقى موضوع التداريج؟ انا اتعرف على انواع التداريج بتاعتنا. اول نوع من انواع التداريج اسمه سيليزيوس، ده على اسم العالم اللي وضع التدريج، ده عالم سويدي وبرمز له بالرمز سي. التدريج التاني اللي هنتكلم عليه النهارده هو تدريج كلفن، برضو ده باسم مهندس ايطالي كان اسمه لورد كلفن وبرمز له بالرمز كي. التدريج التالت عندي الفهرنهايت وبرمز له بالرمز اف، وده كان عالم الماني. تعالوا نتعرف بقى على العلاقة بين تداريج الكلفن والسيليزيوس، يعني لما يكون عندي درجة بالكلفن ازاي احولها لسيليزيوس والعكس. انا عندي قانون بتعامل معاه بيقول لي ان تي كي، تي ديت اللي هي التمبريتشر درجة الحرارة يعني بالكلفن، بتساوي درجة الحرارة بالسيليزيوس تي والعلامة بتاعت الدرجة مع السي، دي درجة الحرارة السيليزية، زائد 273. هذا الرقم رقم ثابت في القانون، يعني لو انا عندي الدرجة بالسيليزيوس لو جمعت عليها 273 هتديني الدرجة بالكلفن. تعالوا نشوف كده، مثلا درجة حرارة جسم الانسان 37، فكم تكون على تدريج كلفن؟ انا هعمل ايه؟ هاخد ال 37 واجمعها على ال 273 هيطلع لي 310 كلفن. طب العلاقة بين السيليزيوس وتدريج الفهرنهايت، ازاي اقدر احول درجة الحرارة من فهرنهايت الى سيليزيوس؟ زي ما احنا شايفين القانون او العلاقة اللي قدام مننا بتقول لي ان تي درجة سيليزيوس درجة الحرارة السيليزية بتساوي 5/9 مضروبة في درجة الحرارة فهرنهايتية ومنقصين منها 32. الارقام اللي موجودة سواء 5/9 او 32 دي ارقام ثابتة في القانون. تعالوا بقى كده نشوف ممكن يجي لي مثال عليها ازاي. بيقول لي حرارة جسم 40 سيليزيوس، فكم تكون بالكلفن؟ بمنتهى البساطة هجمع عليها 273 هتديني 313. طيب لو انا عندي سائل درجة حرارته 300 كلفن، ازاي اجيبها بالسيليزيوس؟ في الحالة دي انا هطرح ال 300 من ال 273 هيطلع لي 27، وكده اكون انا حولتها الى الدرجة السيليزية. طيب صفر درجة كلفن، صفر على تدريج كلفن بيساوي كام سيليزيوس؟ انا هطرح ال 273، اذا الناتج هيكون عندي ناقص 273. في سؤال عندك في الكتاب بيقول لي استنتج درجة الحرارة التي تتساوى فيها قراءة تدريج سيليزيوس وتدريج فهرنهايت. كتير مننا ما بيعرفوش يحلوا السؤال ده مع انه بسيط، هو عايز رياضة شوية. انا بكتب العلاقة الاصلية بتاعتي اللي هو القانون، تي درجة سيليزيوس بتساوي 5/9 تي درجة فهرنهايت ناقص 32. هو بيقول لي الاتنين متساويين، زي ما يكون عندك اي حاجة في الرياضة بقول الحاجة المجهولة مثلا برمز لها بالرمز سين، انا انت برمز لها باي رمز، انا سميت الاتنين اس بحيث ان الاتنين متساويين، فالاس دي بتساوي الاس دي، وكتبت القانون بتاعي تاني. بعد كده هبدأ اشتغل رياضة، انا عايز اتخلص من التسعة، هروح مضرب الطرفين في 9، هيبقى الطرف الاولاني 9 اس والطرف الثاني هتطير مني التسعة قدام التسعة اللي انا هضربها، هتبقى 5 مضروبة في اس ناقص 32. نوزع الاقواس، يعني ايه نوزع الاقواس؟ الخمسة هضربها في الاس والخمسة هضربها في 32. لما هضرب الخمسة في الاس هتبقى 5 اس، و5 في سالب 32 هتبقى سالب 160. طيب الناس الشاطرة طب ما هنا اس وهنا اس، اودي الاس كلها في اتجاه واحد، يبقى 9 اس ناقص 5 اس بتساوي سالب 160.
هنطرح الأربعة التسعة اس من الخمسة اس، هيديني أربعة اس بتساوي سالب 160. والناس الشاطرة عشان أجيب الاس لوحدها هعمل إيه؟ هحول الأربعة الناحية التانية بعكس الإشارة، ويطلع عندي درجة الحرارة اللي بتتساوى فيها درجة السيليزيوس مع الفهرنهايت هي سالب 40. طيب ايه الجهاز اللي انا بستخدمه بقى؟ انا قلت ان مش هينفع استخدم ايدي. الجهاز المستخدم هو جهاز الترمومتر. طب الترمومتر ده زي اللي احنا بنشوفه في البيت. احنا عايزين نتعرف الاول على فكرة عمل الترمومتر. فكرة عمل الترمومتر بتبنى فكرة عمله على استخدام خاصية فيزيقية للمادة تتغير بطريقة منتظمة مع تغير درجة الحرارة. يعني الخاصية دي كلما زادت درجة الحرارة كلما زادت هذه الخاصية، اقدر اقيسها. كلما انخفضت درجة الحرارة اقدر برضو تنخفض معاها هذه الخاصية واقدر ان انا اقيسها. عشان اختار ترمومتر لازم اراعي 3 حاجات. اول حاجة وجود مادة ترمومترية واحددها. تاني حاجة خاصية فيزيقية للمادة دي مرتبطة بدرجة الحرارة. تالت حاجة التدريج. طيب احنا اتكلمنا على التدريج وعرفنا ان انا عندي تدريج سيليزيوس، تدريج كلفن، تدريج فهرنهايت. هنشوف تدريج سيليزيوس، بحدد على التدريج درجة عظمى اللي هي درجة الغليان، وعلى سيليزيوس درجة غليان الماء عند 100 درجة سيليزيوس، وبحدد درجة سفلى ودي بتبقى عبارة عن درجة تجمد الماء، وفي تدريج سيليزيوس الماء بيتجمد عند صفر درجة سيليزيوس. تعالوا نشوف الكلفن. غليان الماء عند في درجة الكلفن عند 373، بينما تجمده عند 273. الفهرنهايت غليان المية عند 212 وتجمد الماء عند 32. يبقى أنا كده أول حاجة عملت إيه؟ جبت تدريجات وحددت على التدريج بتاعي درجة عظمى اللي هي درجة الغليان، ودرجة منخفضة أو درجة سفلى اللي هي درجة التجمد. في قياس درجة الحرارة تعالوا نشوف يعني ايه خاصية فيزيقية. انا دلوقتي عندي تدريجين، الفهرنهايت والسيليزيوس، الاتنين ليهم درجة للتجمد، بس هي على السيليزيوس صفر وعلى الفهرنهايت 32. المادة بتتمدد هنا، وصلت لدرجة الغليان 100 على السيليزيوس، والفهرنهايت وصلت ل212. لو احنا بصينا كده يا ولاد هلاقي ان التدريج بتاع السيليزيوس المسافات اللي بين التدريج والتاني مسافة كبيرة شوية، المسافة مقسمة الى 100 جزء، بينما في تدريج الفهرنهايت دي المسافة مقسمة ل180 جزء. عشان كده الاقي ان عملية الغليان على تدريج فهرنهايت بتبقى ب212. انواع الترمومترات، هو في عندي انواع للترمومترات. يبقى احنا قلنا ان احنا عشان اجيب الترمومتر لازم احدد المادة، ولازم احدد التدريج، وكمان لازم احدد الخاصية. اول نوع من انواع الترمومترات هي ترمومترات السوائل. النوع الثاني من الترمومترات اسمه ترمومتر الغازي، والنوع الثالث هو الترمومتر البلاتيني. من الاسماء كده هنتعرف على كل ترمومتر فيهم. ترمومتر السوائل، مش معنى ان انا بقول ان الترمومتر سوائل معناها ان ده سائل بقيس بيه، لا. معنى كلمة ترمومتر السوائل إن المادة الترمومترية اللي موجودة في الترمومتر هي سائل، وفي حالة السوائل عندي مادة الزئبق أو مادة الكحول. كمان الخاصية الفيزيقية بتاعته إن تغير طول عمود السائل، يعني عمود السائل بتاعي بيختلف باختلاف درجة الحرارة. تعالوا نشوف يعني إيه الخاصية الفيزيقية. أنا عندي دلوقتي ده ترمومتر، لما درجة الحرارة بتكبر أو بتعلو بيبدأ الجزيئات بتتمدد، لما درجة الحرارة بتقل بتبدأ الجزيئات بتاع السائل ده في الأنبوبة بتنخفض. لو احنا بصين كده الأنبوبة بتاعتي جنبها تدريج، هو ده التدريج بتاع اللي أنا بقيس عليه. فأنا باجي لما الحرارة بترتفع بطلع فين؟ بطلع عند القياس بتاعها وأقرأ. طب القانون اللي أنا بستخدمه تي درجة سيليزيوس بتساوي 100 في ال تي ناقص ال زيرو على ال 100 ناقص ال زيرو. نبص في القانون ده كويس. اولا تي درجة سيليزيوس خلاص احنا عرفنا ان دي درجة الحرارة، وال 100 ده مقدار موجود في القانون. ال احنا لو واخدين يا ولاد قبل كده ان ال دي بترمز لمين؟ بترمز للاطوال، عشان اطوال اسمها ايه؟ لينث. فال ده طول العمود، بما اني بتكلم على خاصية الطول.
لكن احنا شايفين ان في عندي 4 حروف للال مكتوبين، وكل واحد فيهم جنبه صغير كده حرف تاني. تعالوا نتعرف عليهم. ال زيرو دي يعني معناها طول العمود عند درجة الصفر، يعني لما تبقى الدرجة صفر العمود بيبقى وصل طوله لغاية هنا. ال تي ده الطول عند الدرجة اللي انا قستها. ال 100 هو الطول عند الغليان. تعالوا نشوفهم مع بعضينا كده. يبقى ال 100 ده طول الزئبق عند درجة 100. طيب ال 0 ده طول الزئبق عند درجة 0. ال تي طول الزئبق عند درجة الحرارة. تعالوا نشوف المسألة مع بعضينا. بيقول لي إذا كان طول عمود الزئبق في درجة انصهار الجليد هو 20 سنتيمتر، وعند غليان الماء 30 سنتيمتر، احسب درجة الحرارة التي يصبح عندها طول عمود الزئبق 25 سنتيمتر. لو انا بصيت كده لما يقول لي عند درجة انصهار الجليد، طب هو ما قاليش ده ايه درجة انصهار الجليد اللي هي مقصود بيها صفر، يعني دي ال صفر. درجة غليان المية يبقى هو قاصد بيها ايه؟ قاصد بيها ال 100. هو عايز درجة الحرارة، بيسأل على درجة حرارة، بيسأل على التي درجة سنتجريد بتاعتي اللي بيصبح عندها طول عمود الزئبق. طول عمود الزئبق يبقى معناها دوت ال تي. القانون بتاعي بتاع الأطوال أنا كتبته، وهبدأ أحط البيانات بتاعتي. عندي ال 0 اللي هو طول الزئبق عند الزيرو، عند درجة الصفر أو عند درجة انصهار الجليد، أو ممكن يجي يقول لك عند درجة تجمد الماء، هي هياها بتساوي 20. ال 100 اللي هي الطول عند الغليان بيساوي 30. ال تي اللي هو طول عند درجة الحرارة دي بيساوي 25. كل اللي أنا هعمله يا أولاد إن أنا هعوض، هشيل كل ال من الموجودة في القانون وأحط مكانها. يعني ال تي هحط 25، ال 0 هحط 20، ال 120. وخدوا بالكم يا أولاد دي في علامة ناقص فوق، ما ينفعش إن أنا أختصر. وأسهل حاجة إن أنا أحط المعادلة زي ما هي على الآلة الحاسبة، هتطلع ب 50 درجة سنتجريد. طب نشوف كده. إذا كان طول عمود الزئبق في ترمومتر زئبقي 15 سنتي عند درجة انصهار الجليد، برضو هنا درجة انصهار الجليد اللي هو إيه؟ اللي هو درجة الصفر، و 150 درجة سليزيوس الطول عندها 21 سنتي، يبقى ده كمان الدرجة. احسب طول عمود الزئبق عند درجة الغليان. هنا يا ولاد عايز إيه؟ عايز ال 100. هكتب القوانين بتاعتي بما إن هو بيتكلم على الأطوال. بكتب القانون بتاعي تي درجة سنتجريد بتساوي 100 في ال تي ناقص ال 0 على ال 100 ناقص ال 0. أبدأ أفصص البيانات بتاعتي وأحطها في المسود ده كده. ال 0 اللي هي درجة التجمد ب 15، ال تي ب 21، ال 100 هي اللي مطلوبة. كل اللي عليا يا ولاد إن أنا أحط البيانات بتاعتي مكان القانون وأبدأ أشتغل رياضة. أنا دلوقتي هخلص هضرب طرفين في وسطين، فهيبقى عندي ال 100 ناقص ال 15 اللي هي تحت، وال 150 انا نزلتها تحت الكسر وبحطها على الآلة الحاسبة. اللي ناقص 15 ال 100 في ال 21 ناقص ال 15 على ال 150، كل دي صفت 4 ازاي؟ بالآلة الحاسبة. طيب الناس الشاطرة هتقول لي انا طالما عايزة اجيب ال 100 لوحدها، انا عندي مين؟ عندي السالب 15 اوديها الناحية التانية بالموجب، على طول هيطلع عندي ال 100 ب 19 سنتي. تعالوا نتكلم بقى على الترمومتر الغازي. ماله الترمومتر الغازي؟ المادة الترمومترية اللي فيه من اسمه كده هو غاز، غاز مثالي تحت حجم ثابت. طب الخاصية الفيزيقية، الخاصية الفيزيقية اللي عندي تغير ضغط الغاز، يعني الغاز عندي في مؤشر بيقيس الضغط، كلما زادت درجة الحرارة كلما زاد ضغط الغاز، كلما قلت درجة الحرارة كلما قل الغاز، يبقى أنا ربطته بخاصية فيزيقية أقدر إن أنا بسهولة أقيسها. القانون بتاعي بيقول لي تي درجة سنتجريد اللي هي درجة الحرارة السيليزية، خلاص بقى إحنا عرفنا إن دي درجة الحرارة السيليزية، بتساوي 100، دي قيمة ثابتة. تعالوا نبص بقى على الكسر، هلاقي نفس الرموز تقريبا، بس بدل ال حاطط لي هنا ايه؟ حاطط لي بي، يعني بي تي ناقص بي 0 على بي 100 ناقص بي 0. البي ديت رمز ايه؟ البي دي رمز الضغط، عشان الضغط اسمه بريشر، يبقى لو طول هتبقى ال، لو ضغط هيبقى بي. نفس الفكره يا اولاد بتاع حل المساله. بيقول لي اذا كان ضغط الغاز في ترمومتر غازي
عند ثبوت الحجم في درجة الصفر هي 100 درجة زئبق، الـ HG ديت يعني زئبق، وكانت قيمة الضغط في درجة حرارة 70 درجة سيليزيوس هي 30 سنتيمتر زئبق، احسب الضغط عند 100 درجة سيليزيوس. يعني انت دلوقتي مديني درجة الحرارة ومديني الطول او الضغط عند الدرجة بتاعتي، وكمان مديني الضغط عند درجة الزيرو، وطالب مني ان انا اتكلم على اجيب الضغط عند درجة 100. ببساطة شديدة اول خطوة هعملها هكتب القانون، وهكتب معاه كمان ايه، هكتب معاه التعويض بتاعه. عوضنا عن درجة الحرارة ب70، عوضنا عن المية اللي نازلة في القانون، البي تي اللي هو الضغط عند الدرجة ديت ب130، البي زيرو ب100، والبي 100 مجهولة حطيتها زي ما هي، البي زيرو ب100. وهبدأ يا ولاد اشتغل رياضة برضو، 130 ناقص المية هتبقى 30، يبقى 100 في 30 فوق، صفيت فوق على 100 في 100 في 30. تحت درجة الحرارة الضغط عند درجة 100 ناقص 100، والناحية التانية في درجة الحرارة، طرفين في وسطين بقى، يعني أنا هضرب ال70 في بي 100 ناقص 100. طيب 70 في بي 100 بقت 70 بي 100، طب 70 في 100 بقت 7000، وال30 في 100 بقت الإيه؟ بقت ال3000. أول حاجة هعملها هتخلص من الأرقام كلها، هودي ال7000 الناحية التانية بعكس الإشارة، هيبقى 70 ب100 بتساوي 10000. أعتقد الناس الشاطرة بتاعت الرياضة هتحول ال70 الناحية التانية بعلامة قسمة عشان عكس الإشارة، هيبقى عندي الضغط عند 100 ب142 و85 من 100. الترمومتر البلاتيني ده تالت نوع من أنواع الترمومترات عندي. المادة الترمومترية طبعا أتوقع إن هي إيه؟ إن هي مصنوعة من البلاتين، هو ملف من البلاتين. الخاصية الفيزيقية تغير المقاومة، يبقى أنا عندي ربط خاصية فيزيقية بتغير درجة الحرارة، يبقى هتتغير المقاومة بانتظام مع تغير درجة الحرارة. المقاومة درجة الحرارة هتزيد، المقاومة هتزيد، درجة الحرارة هتقل، المقاومة هتقل. طيب القانون اللي انا بشتغل بيه بالظبط هو نفس القانون اللي انا اشتغلت فيه في الترمومترين التانيين، لكن ملاحظين ايه الفرق يا اولاد؟ ايه الفرق بين القانون ده والقانونين اللي قبل كده؟ القانون ده فيه ار، ار ريزيستنت جاي من كلمه مقاومه، يبقى ار ديت الرمز بتاع مين؟ بتاع المقاومه. يبقى درجه الحراره السيليزيه بتساوي 100 في درجه الحراره في مقاومه عند درجه الحراره ناقص المقاومه عند درجه صفر على المقاومة عند 100 ناقص المقاومة عند صفر. تعالوا نشوف كده، إذا كان مقاومة الملف البلاتيني عند درجة الصفر ودرجة غليان الماء 100 و200 أوم على الترتيب، يعني إيه يا أولاد على الترتيب؟ يعني عند الصفر تبقى ب100 وعند درجة الغليان تبقى ب200 بترتيب الكلام اللي هو حطه في المسألة. احسب درجة الحرارة التي تجعل مقاومة الملف البلاتيني هي 150 اوم، يبقى الار 0 ب100 والار 100 ب200 زي ما هو قال لك على الترتيب. طيب الار تي درجة الحرارة المقاومة عند درجة الحرارة هي عبارة عن ايه؟ عن 150. طب اوكي، هو طالب منك درجة الحرارة. درجة الحرارة السيليزية بتساوي 100 في ار تي ناقص ار زيرو على ار 100 ناقص ار زيرو. هبدا اعوض واشيل الرمز واحط قيمته واشتغل على الاله الحاسبه، ادي ال 100 في 150 ناقص 100 على 200 ناقص 100، هتطلع لي درجه الحراره ب 50 درجه سيليزيوس او سنتيجريد. قبل ما نبدا التدريبات يا اولاد عايزه نراجع كده شويه الحاجات اللي احنا قلناها، برغم ان هي سهلة وبسيطة لكن طريقة او صياغة السؤال ساعات بيربكك، ساعات بيخليك ما انتش عارف الاجابة فين. انا عندي ارقام كتيرة جدا تعرضت ليها او قوانين تعرضت ليها في الدرس النهاردة. طيب انا قلت ايه؟ انا قلت انا عندي التلات انواع من التدريب اللي هم مين؟ السيليزيوس، الكلفن، الفهرنهايت.
كل تدريج فيهم لدرجة حرارة في التجمد ودرجة حرارة في الغليان. هل ممكن يجي يسألني على الدرجات دي؟ أيوة ممكن يجي يقول لك على أي مادة دي بتغلي عند كام سيليزيوس أو بتغلي عند كام كلفن مثلا أو على عند كام فهرنهايت. يبقى أنا لازم أعرف إن أنا عندي 3 أنواع، السيليزيوس والكلفن والفهرنهايت، واعرف درجه التجمد عند كل منهم، في السيليزيوس 0، في الكلفن 273، في الفهرنهايت 32، وكذلك عندي 3 درجات في الغليان. الميه بتغلي عند درجه 100 على تدريج سيليزيوس، بتغلي عند درجه 373 على تدريج كلفن، بتغلي عند 212 عند تدريج فهرنهايت. طب انا ممكن اتلخبط في الارقام دي، انا هقول لك على طريقه بسيطه وجربها. هات 3 أقلام ب3 ألوان مختلفة، مثلا أحمر وأخضر وأزرق، الأقلام الجاف بتاعتك، واعمل خط وحط في الخط دوت خط طوالي كده، وحط في الخط من تحت الرقم اللي هو درجة التجمد وفوق الرقم بتاع الغليان، واكتب الرقم بنفس لون الخط. ده أنا بساعد نفسي عشان أحفظ، بربط بين لون الخط الأزرق يبقى تحت 0 وفوق 100، وأكتب جنبيه إن ده السيليزيوس. أصبح مرتبط في دماغك إن كلمة السيليزيوس كانت مكتوبة بالأزرق والرقمين اللي موجودين معاها. وطبعا عادي ان انا اقول ان الرقم الصغير هو ده درجه التجمد، بينما الرقم الكبير هو ده رقم الايه؟ درجه الحراره العاليه او درجه الغليان. كمان في حاجه، انا دلوقتي درست 3 انواع من الترمومترات، الترمومتر البلاتيني والترمومتر الغازي وترمومترات السوائل. المادة الترمومترية برضو نفس العملية، أنا ممكن أعمل جدول وأحط تحت كل صف كده المادة الترمومترية مرتبطة باسم الإيه؟ باسم الترمومتر. ممكن يجي ثانية على المادة الترمومترية دخلت الترمومتر؟ أيوة. طيب بالنسبة للمسائل، ممكن أحول من هنا لهنا، أو يسأل يا ولاد ويقول لك ما هي العلاقة؟ كلمة ما هي العلاقة على طول هو بيسأل سيادتك على القانون، عايز القانون أو العلاقة الرياضية بينهم. يبقى انا ارتب نفسي وانا بحفظ، انا بحفظ ايه وبذاكر ايه؟ لان مجرد ما هبدا ابص على الاسئله هلاقي السؤال ممكن يجي لي بكذا صفه وكذا شكل، وقد ده يعمل لي عمليه ايه؟ عمليه ارتباك شويه. تعالوا بقى نتعرف مع بعضنا كده على الاسئله الموجوده في هذا الجزء من المنهج او على درجات الحراره. التدريب الاولاني بيقول لي لو انا قلت ان المادة الترمومترية في الترمومتر البلاتيني بلاتين ولا غاز ولا زئبق، طبعا شيء طبيعي من الاسم ان هو بلاتين. شوف السؤال الثاني، الماء يغلي عند نقط درجة سليزيوس، يغلي عند درجة 100 درجة سليزيوس، ويمكن ده احنا درسناه قبل كده في الاعدادي فسهل. في ترمومتر السوائل المادة الترمومترية اسمها ايه؟ انا عندي مادتين قلنا عليهم، ايه هما؟ ها، زئبق او الكحول، الاثنين صح. طيب تجمد الماء على تدريج فهرنهايت، احنا قلنا الدرجات لازم تتحفظ عند 32 درجة فهرنهايت. تعالوا نشوف التدريب الثاني، بيقول لي درجة غليان الماء على تدريج فهرنهايت تساوي 212 ولا 100 درجة ولا 373 درجة. هو هنا اداك درجات الغليان بتاع الثلاث ترمومترات، حضرتك بتتكلم على الترمومتر الغازي، يبقى عندي ال 212 هو اللي على درجة الفهرنهايت. إذا كانت درجة حرارة جسم الإنسان في الحالة العادية 37، فإن هذه الدرجة على مقياس كلفن تساوي 300 ولا 310 ولا 37. لما تجي لك مسألة في الحالة دي انت لازم تحلها عشان تختار الرقم بتاعك صح. يعني انا دلوقتي الكلفن والدرجة السيليزيوس فرق بينهم 273، يبقى هجمع 273 على 37 وهختار. يبقى مش شرط ان تجيلي المسألة ان انا احلها، لا، ممكن الاختيار من متعدد، برضو انا لازم استخدم الآلة الحاسبة عشان تطلع ارقامي مظبوطة. مادة تتغير إحدى خصائصها الفيزيقية بانتظام مع تغير درجة الحرارة، إيه المادة اللي إحنا قلنا كلما زادت درجة الحرارة هتزيد المادة ديت؟ دي بسميها المادة الترمومترية، كلما زادت درجة الحرارة هتبدأ المادة ديت تتغير وتزيد تبقى عليها. اذكر العلاقة المستخدمة في كل من تحويل الدرجة الفهرنهايتية إلى درجة سيليزية. ايه العلاقة المستخدمة؟ يبقى هو هنا في الحالة دي طالب منك ايه؟ طالب منك القانون الرياضي.
في الحالة دي أنا هكتب القانون بتاعي إن درجة الحرارة السيليزية بتساوي 5/9 في درجة الحرارة الفهرنهايتية ناقص 32. طب العلاقة اللي بستخدمها في تحويل الدرجة السيليزية إلى درجة كلفينية، درجة الحرارة الكلفينية بتساوي درجة الحرارة السيليزية زائد 273. أكمل. درجة الحرارة على تدريج كلفن والتي تعادل 273 على تدريج سيليزيوس، يعني في السيليزيوس درجة الحرارة 273، هذه الدرجة على تدريج كلفن تساوي صفر، يبقى الصفر كلفن يعادل 273. ايه اللخبطة دي؟ ده انت كنت بتقولي دلوقتي الصفر هو اللي بيعادل 273 على كلفن، لا الصفر بيعادل سالب 273. اخد بالي يا ولاد من الإشارة، هو قايل 273 ولا قايل سالب 273؟ طب الخاصية الفيزيقية للترمومتر الغازي، تغير الغاز بانتظام مع تغير درجة الحرارة. الخاصية الفيزيقية للترمومتر الغازي كان ايه اللي بيتغير يا ولاد؟ كانت المقاومة ولا الضغط ولا الطول في الترمومتر الغازي؟ ناس تفكر كده معايا. الضغط، الضغط بيتغير مع تغير بانتظام مع تغير درجة الحرارة. الخاصية الفيزيقية في الترمومتر البلاتيني ايه بالظبط مع تغير درجة الحرارة؟ نمرة 1 تغير المقاومة، نمرة 2 تغير الطول، نمرة 3 تغير الضغط. خلاص احنا عرفنا ان الضغط اللي هو ايه، اللي هو بتاع الترمومتر السوائل. طيب الطول ده بتاع ترمومتر مين؟ برافو، بتاع ترمومتر الضغط بتاع ترمومتر سوري الغازي. الطول ده بتاع ترمومتر السوائل، يبقى عندي التغير في المقاومة، وهي دي اللي هي الخاصية الفيزيقية اللي بتتغير بانتظام مع تغير درجة الحرارة. تعالوا نشوف السؤال ده. اذكر اسم المفهوم العلمي. المقياس التي تكون في درجة تجمد الماء بتساوي صفر. ايه المقياس اللي درجة تجمده بيساوي صفر؟ مش احنا لسه كنا بنقول احنا عايزين نحفظ درجة التجمد ودرجة الغليان عند كل ايه؟ عند كل مقياس. في السيليزيوس هو اللي درجة التجمد تساوي ايه؟ تساوي صفر. قارن بين الترمومترات من حيث المادة الترمومترية والخاصية الفيزيقية. انا عايزة اقارن بين الترمومترات. انا خدت كام ترمومتر يا اولاد؟ اخدت 3 انواع من الترمومترات، ترمومترات السوائل، الترمومتر الغازي، الترمومتر البلاتيني. اول ترمومتر عندي اللي هو السوائل، المادة الترمومترية اللي بستخدمها فيه الزئبق او الكحول. بالنسبة للترمومتر الغازي، الغازي المثالي تحت حجم ثابت. بالنسبة للترمومتر البلاتيني، ملف مصنوع من البلاتين. بالنسبة للخاصية الفيزيقية، في ترمومترات السوائل تغير طول عمود السائل، في الترمومتر الغازي تغير ضغط الغاز، في الترمومتر البلاتيني تغير قيمة المقاومة. أكمل. درجة تجمد الماء على تدريج كلفن نقط، بينما على تدريج فهرنهايت نقط. هو هنا طالب منك تدريجين، تجمد الميه عند كلفن دي كانت ب 273، بينما على تدريج فهرنهايت كانت كام؟ كانت 212. خدوا بالكم 273 ده تجمد مش غليان يا ولاد، تجمد. درجة تجمد على تدريج فهرنهايت 32 مش 212، 212 دي الغليان، 212 دي الغليان. طيب يبقى درجة التجمد يا أولاد في الكلفن 273، في الفهرنهايت درجة التجمد بتاعتي 32. جسم صلب ينصهر عند 273 كلفن، فتكون درجة انصهاره على التدريج السيليزي نقط سيليزية، وعلى التدريج الفهرنهايتي تساوي نقط فهرنهايت. يعني هو عايز الدرجة المقابلة ل 273 على الكلفن، أو عايز درجة الانصهار والجسم بيبدأ ينصهر يا اولاد عند عند درجة التجمد، وده اللي احنا هندرسه في الدرس القادم ان شاء الله، ان درجة التجمد هي درجة الانصهار، يعني لما يقول لك ينصهر او يتجمد هي نفس الدرجة عند 273 كلفن. فتكون درجة انصهاره على التدريج السيليزي صفر، لان الماء يتجمد عند صفر درجة سيليزية، وعلى تدريج الفهرنهايت تساوي 32.
جسم صلب درجة حرارته تساوي سالب 40 فهرنهايت، فتكون درجة حرارته على حسب التدريج السيليزي تساوي، فاكرين يا أولاد ما احنا قلنا المسألة اللي حليناها اللي قلنا في الدرجة اللي بتتساوى فيها الفهرنهايت مع السيليزيوس، هنا جايب لك نفس المسألة بس بصيغة تانية، هو عايز الرقم، انت المفروض تعوض في القانون، واحنا لما حليناها مع بعض طلعت سالب 40. إذا كانت درجة غليان البنزين 80 سيليزيوس، فإن هذه الدرجة على التدريج المطلق، على تدريج التدريج المطلق، إيه التدريج المطلق ده؟ حضرتك ما قلتيش التدريج المطلق، التدريج المطلق ده المقصود بيه تدريج كلفن، يطلق عليه اسم التدريج المطلق، السؤال ده موجود عندك في كتاب المدرسة 353. أنا عملت إيه يا أولاد؟ هو قال إداني درجة الحرارة أيا يكن، خلاص أنا واخد القانون اللي أنا بحول فيه من الدرجة السيليزية إلى الدرجة الكلفينية، بعمل إيه؟ بجمع على الرقم ده 273، هاخد ال 80 وهجمع عليها 273 هيديني الرقم اللي هو 353. درجة الحرارة المطلقة تساوي درجة الحرارة السيليزية مضافا إليها، خلاص احنا عرفنا ان درجة الحرارة المطلقة المقصود بيها الكلفن، يبقى هي عبارة عن درجة الحرارة السيليزية وأضيف عليها 273. طب يا ولاد هنا ضع علامة صح أو غلط، السؤال ده أنا هسيبه لكم. بيقول لي مادة صلبة تنصهر عند درجة حرارة 50 فهرنهايت فتكون درجة انصهارها 10 سيليزيوس، الكلام ده صح ولا غلط؟ عشان أحل المسألة دي هعمل إيه؟ يا ولاد الحلقات بتاعتنا بتذاع مباشر على اليوتيوب، وعايزة الناس بقى كده تفكر وتحل لي المسألة دي وتوجد لي الإجابة بتاعتها، فكر وشغل دماغك وانت بتشتغل وانت بتذاكر، ناس كتيرة جدا بتبدأ ان هي تفكر وتشغل دماغها وتقدر ان هي تعرف الاجابات بتاعتي، الناس تفكر كده وتكتب لي الاجابة بتاعتها في الكومنتات، واي سؤال او اي جزئية عايز تفهمها في سؤالنا النهارده في درسنا النهارده اكتب السؤال وانا هدخل اجاوب لك عليه. امسك المسائل بتاعتك بتاع الكتاب وابدأ حلها، هتلاقيها داخل الحلقة محلولة كلها. قبل ما تشوف الحل حاول مع نفسك وابدأ حل وفكر، دي هساعدكم شوية فيها، دي مادة صلبة وبتنصهر عند درجة 40 عند درجة 50 درجة فهرنهايت، في الحالة دي انا هعمل ايه يا اولاد؟ انا هاخد ال 50 الفهرنهايت ديت واعوض في القانون واشوف النتيجه بتاعتي هتطلع 10 ولا مش هتطلع 10، هنا الناتج بتاعي هيطلع من المساله والتبعيه ليها ان هي تعرف اذا كان اجابتك صح او غلط. يبقى النهارده اتعرضنا على درجه الحراره او موضوع درجه الحراره اللي تعريفها بيقول ان هو اقدر احكم على نظام ما من حيث كونه في حاله اتزان او عدم اتزان. يعني ايه عدم اتزان يا اولاد؟ يعني مش مساوي درجه الحراره بتاعه الوسط. لو انا مسكت كوبايه واتنقلت ليها الحراره لايديا يبقى في الحاله دي في عدم اتزان، ليه؟ درجه حرارتها اعلى من ايدي. فهمنا كلمه عدم اتزان يعني ايه؟ طب لو درجه الحراره دي انخفضت سحبت حسيت بالبروده في ايديا، معنى كده ان انا عندي عدم اتزان في درجه الحراره. امتى تبقى في اتزان؟ لما اما امسكها لا تنتقل درجه حراره من ايديا ليها ولا من الجسم ده ليا، الحاله دي بيبقى حاله اتزان مع الوسط. يبقى مفهوم او فكره درجه الحراره الخاصيه التي يمكن بواسطتها الحكم على نظام ما من حيث انه في حاله اتزان حراري او عدم اتزان حراري مع الوسط. خدنا مع بعضينا قياس درجات الحراره وعرفنا ان انا عندي ثلاث انواع من القياسات، السيليزيوس والكلفن والفهرنهايت، كل واحد فيهم ليه درجة تجمد ودرجة غليان. احفظ الدرجات دي في السيليزيوس بالتجمد عند صفر، في الغليان عند 100، الفهرنهايت عند 32 التجمد والغليان عند 212، الكلفن بالتجمد عند 273 والغليان بتاعته عند 373. طب فكرة انه يقول لي الصفر كلفن، الصفر كلفن بيساوي كام سيليزيوس؟ بيساوي سالب 273. طيب الصفر بقى العادي على تدريج السيليزيوس هيبقى ايه؟ هيبقى 273. اخد بالي من الاختلاف في الاشارات دي. طب درسنا كمان مع بعضينا الترمومترات، عندي كام نوع من انواع الترمومترات؟ ثلاث ترمومترات، ثلاث انواع من الترمومترات بيختلف كل واحد فيهم عن الاخر او بيتميز بوجود ماده فيزيقيه مرتبطه بيه. عشان اختار ترمومتر لازم احدد ماده ترمومتريه
واحدد خاصيه فيزيقيه، واحدد كمان التدريج اللي انا بشتغل عليه في هذا الترمومتر. طيب درسنا الترمومتر السوائل، قلنا ان الماده الغازيه الماده السائله اللي فيه هي الزئبق او الكحول، درجه الدرجه بتاعته او الخاصيه بتاعته هو تغير طول عمود السائل. احنا خدنا مع بعضينا كده شكل العمود زي الترمومتر الموجود معايا في البيت، بيبدا يتمدد العمود حتى يصل الى تدريج ويقف. انا بقرا التدريج اللي قدام الطول بتاع العمود ده، اذا انخفضت درجه الحراره هيبدا طول العمود ينكمش وبالتالي هينزل في التدريج، فهنا اقدر اعرف ان هنا درجه التدريج بتاعتي ايه، التدريج بتاعي قل. طيب ايه تاني كمان؟ اخدنا كمان القانون بتاعه اللي بيقول لي ان درجه الحراره السيليزيه بتساوي 100 في الكسر الرمز بتاعي. لو لقيت ال فوق يا اولاد يبقى ده طول، لو اداني في المساله وطلب مني طول يبقى انا بشتغل على القانون اللي فيه ال. ال تي اللي هي درجة الطول عند درجة الحرارة ناقص ال زيرو اللي هي الطول عند الدرجة صفر، ال 100 هي درجة الغليان الطول عند درجة الغليان، وال زيرو تاني هي الدرجة عند الطول عند درجة صفر. اكتب القانون وبلاش استخدم اختصارات او اي حاجة، حط المعادلة بتاعتك على الآلة الحاسبة وشوف النتيجة بتاعتك وتمشي في الخطوات الرياضية بتاعتك. يبقى انا عندي مسائل، عندي مسائل صعبة، لا مش صعبة، انا ممكن مجرد ما حددت القانون بتاعي هقدر اطلع البيانات بتاعتي. جه بدل ما قال لك درجة التجمد قال لك مثلا درجة الانصهار، هيها يا ولاد. جه قال لي مثلا بدل ما يقول ده عند درجة 100 درجة سيليزيوس قال لي عند درجة الغليان، هي حتى لو لعب بالألفاظ في قلب الايه، في قلب المسألة. طيب كمان خدنا مع بعضينا كده شوية الأسئلة اللي ممكن يسألك فيها على درجة التجمد، درجة الغليان، المادة الترمومترية، يبقى ممكن هو يسألك جواها أسئلة صح وغلط وأكمل كتير ما نتلخبطش. طيب كمان ممكن وأنا بحل في المسائل بتاعتي كده ما طلعتش معايا، أول ما أنا حطيت القانون أنا خدت درجة القانون يا ولاد، ابدا اشيل الرمز واحط قيمته، انا كده خدت تقريبا تلتين الدرجه. يبقى انا بعد كده بستعمل ايه؟ بستخدم اله حاسبه وما بستخدمش دماغي. طب في ناس بتقول ان انا بعد ما بحفظ الحاجات دي ببدا انساها، بتبدا تخش في بعضيها، ببقى مش عارف مين الترمومتر اللي شكله ايه. قلنا فكره ظريفه، انت ممكن تكونوا عندكم افكار احسن مني يا اولاد، ممكن اجي اعمل ايه؟ اروح جايب كتاب او ورقه معايا وابدا احط كل حاجه بلون، احط السيليزيوس مع درجه مع درجته مع شكل الترمومتر مثلا، اجي اعمل الجدول احط البيانات بتاعه الترمومتر بتاعي دوت كلها بنفس اللون، يبقى انا عملت الجدول بتاعي ثلاث الوان، ده هيساعدني في ان انا ايه، في ان انا احفظ. الدرس بتاع النهارده كمان مرتبط قوي بحياتنا، يعني انت الصبح خلاص عرفت لما يقول لك درجه الحراره مثلا النهارده 30 فيبقى الجو ظريف، درجه الحراره 40 بقت درجه الحراره عاليه، عشان انا هنا بستخدم درجه الحراره السيليزيه. لكن لما ابدا اتفرج على حاجه ويقول لي انا درجه الحراره 20 وعاصفه ثلجيه وكلام من ده، ابقى فاهم هو بيتكلم عليه، هو ما بيتكلمش على درجات الحراره بتاعتك اللي انت بتتكلم عليها، بيتكلم على درجات حراره مرتبطه بوحدات تانية خالص غير اللي انت متعود عليها. 40 سيليزيوس لا توافق ال 40 فهرنهايت، الدنيا الامر شتان بينهم. التدريجات ديت ليها وحدات قياس خاصة بيها او ليها تدريجات خاصة بيها، المسافة في تدريج سيليزيوس وتدريج كلفن الاتنين المسافة مقسمة الى 100 جزء، فلاقي ان المسافة بين التدريج واللي بعده مسافة كبيرة نسبيا، تدريج فهرنهايت لا الاقي المسافة بينهم مسافة صغيرة، عشان كده تلاقي الدرجات بتاعته ايه، الدرجات بتاعته عالية. تدريج سيليزيوس ممكن استخدمه عادي في ايامنا العاديه في تعاملاتنا العاديه، تدريج فهرنهايت بستخدمه تقريبا لقياس درجات الحراره اللي بتبقى عايز اكثر دقه، يعني الدنيا كده ايه ماشيه مسافات البينيه صغيره فاقدر احدد تقريبا قد ايه، ما تبقاش واسعه. تدريج كلفن ده تدريج بيقيس درجات الحراره مرتفعه جدا، يعني مش لازم بقى مثلا انا اجي اقول لك مثلا درجه الحراره بقت مش عارفه 3465 ما اعرفش، لا تدريج كلفن هيقيس لي درجات الحراره الكبيره. زي ما احنا شايفين الفيزياء مرتبطه جدا 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 بحياتنا اليوميه وبالدنيا واللي حوالينا، ذاكر ماده الفيزياء، انت تخصص صناعي، دي ميزه ليك، انت بتدرس التخصص بتاعك بالاضافه للعلم. الناس اللي حطوا القوانين ديت مش احسن منك، استغلوا علمهم في حاجه. هل انا ممكن في يوم من الايام يبقى اسمي موجود على حاجه علميه؟ ليه لا، انا عندي
معلومات، عندي دماغ افكر بيها، في وسائل كتيره جدا متاحه بالنسبه لي. الوزاره عامله لنا مثلا الاودومودو، وعامله لك التلفزيون، بتنزل لك على اليوتيوب، افتح واشوف واقرا واجمع المعلومات بتاعتي واثقف نفسي بزياده. يعني يا ريت يا اولاد الواحد ما يتعلمش العلم من مجرد ان انا اجي اخر السنه احط الكلمتين اللي في دماغي في الامتحان وانتهى الامر على كده، لا، انا عايز انا اثقف نفسي واقدر ان انا اتواجه او اخترع حاجه. ايه المشكله؟ ان انا افهم اي حاجه بتحصل حواليا، اي حد بيتكلم في موضوع يبقى انا عندي خلفيه عنه. الحلقه دي مذاعه على اليوتيوب على الهواء اثناء الشرح في التلفزيون، الناس تكتب لي الاجزاء اللي ما عرفتهاش او الاجزاء اللي ممكن يكون فيها اسئله ما عرفتش تحلها، لان بعض الاسئله جوه كتاب المدرسه او بعض المسائل غير محلوله. احنا حاولنا نستعرض مع بعضينا كل الاسئله اللي موجوده في الكتاب في هذه الجزئيه. احنا لو الظروف ما بتسمح لناش ان احنا نروح المدرسه لاي سبب من الاسباب، عندك الوزاره عامله لك الاودومودو، ادخل شوف الحلقات، شوف الشرح عليه، ادخل على اليوتيوب اسمع الشرح، حط الشرح جنبك اسمع وافتح الكتاب. حاول تعتمد على نفسك. النظام التعليمي اللي بره كله بيعتمد على كده، مش مجرد منهج اصمه واروح اكتبه، ليه؟ انا خلي دماغي شغاله معايا. طيب احنا النهارده مثلا ده منهج خلال شهر ابريل اللي احنا اخدناه، اللي هو بتاع درجه الحراره، مفهوم درجه الحراره، وحدات درجه الحراره، دي معلومات اضيفت ايه؟ اضيفت لينا. طيب هل الفيزياء درجه حراره مثلا بس، او الحاجه اللي موجوده عندي في المناهج الدراسيه؟ انا بس على مداركي، انا دلوقتي كتعليم فني صناعي موجود عندي تخصص بتاعي في مجالات كتيره، ارتباط العلم بالتخصص بيوصلني لحاجه كويسه. انا ممكن اخترع مكنه، بس المكنه دي بتشتغل بايه؟ بتشتغل بكهرباء، بتشتغل بموتور، بتشتغل بدايره كهربيه، ما كل الحاجات دي فيزياء. يبقى انا بضيف لنفسي معلومات من ماده الفيزياء بالاضافه الى ايه؟ بالاضافه الى الماده بتاعه التخصص بتاعي. طيب انا دلوقتي لو انا مش عارف بطريقه او باخرى اني انا احفظ او اذاكر، اعمل ايه؟ كل واحد ليه ملكه. حدد ميعاد انك تبدا تذاكر فيه، بمعنى ان انا ما اجيش طول اليوم سهران طول الليل طول اليوم نايم سوري وبالليل اسهر واجي اذاكر هلاقي نفسي مش قادر استوعب. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا وقت احنا نقدر نذاكر فيه او نقدر نعيش فيه، الصبح. اجي بالليل الاقي التحصيل بتاعي يقل عن الصبح. طيب الميعاد اللي ممكن اذاكر فيه، العلم بيقول لي ان في ماده بيفرزها المخ بتساعد على عمليه الحفظ. الماده ديت بتقول لي ان انا ممكن اذاكر من 5 مثلا المغرب لغايه الساعه 10، دي اعلى حاجه، او 5 الفجر لغايه الساعه 10، استغل مذاكرتي في هذه الفتره، ما بقاش متناول الطعام وابدا اذاكر، لان الدم بيروح لعمليه الهضم وبيبدا احس بتقل في دماغي او بوخم، واجي بقرا الحاجه ما اقدرش احفظها او الاقي نفسي مش قادر اذاكر او مش قادر استوعب. يبقى حدد ميعاد مذاكرتك، خلي فيه هواء متجدد عشان الاكسجين بيخلي مخك يشتغل، ما تذاكرش بعد ما تاكل، ابحث في كل حته وذاكر وثقف نفسك. واتمنى اتمنى اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وفي حياتكم. اذا انت اعتمدت على دوت في حياتك كلها، في مذاكرتك وفي تعاملاتك، ابحث وذاكر على اساس انك انت بتضيف الى نفسك، مش انك انت مجرد ماده وهتمتحنها وخلاص. انا هشتغل على نفسي علشان خاطر ابقى حاجه، علشان خاطر افيد نفسي وافيد بلدي، عايز ابقى معايا الشهاده بتاعتي وممكن اخترع او احط حاجه او افهم حاجه حد بيبقى بيتكلم في مواضيع ابقى انا اساسا كمان ايه؟ كمان مدركها. احنا النهارده اتكلمنا على درجه الحراره، الدرس اللذيذ الشيق البسيط اللي احنا خدناه. افتكروا كل ما تيجي تشرب كوبايه شاي سخنه او كوبايه نسكافيه افتكر درجه الحراره. درجه الحراره قلنا ان هي
الخاصيه اللي بيمكن بيها الحكم على نظام ما من حيث كونه في حاله اتزان حراري او عدم اتزان حراري. درسنا مع بعضينا انواع الترمومترات او الاجهزه اللي انا بس بقيس بيها درجه الحراره. اتعرفنا على تدريجات جديده اعتقد ان كتير منا ما كانش يعرفها. البنات اللي بتفتح ويقول لك الكيكه على 350 فهرنهايت، اوعي تعملي على التدريج بتاع البوتاجازات بتاعتنا. 350 فهرنهايت معناها، ويا ريت البنات تكتب لي 350 فهرنهايت بتعادل كام على تدريج السيليزيوس بتاعنا. كل ما تعرف معلومة، أنا واحدة من الناس برضو زيكو ممكن تبقى معلومة غايبة عني ولما أقرأ عليها بضيف إلى الثقافات بتاعتي، زي أسامي العلماء مثلا. التدريجات دي جت منين؟ اكتشفت إنها نتيجة الشخص اللي حط التدريج دوت. يعني في واحد اسمه سليزيوس، بصوا اسمه يا أولاد اتخلد معانا إزاي. لورد كيلفن مثلا اللي هو الإيطالي دوت، فهرنهايت، العلماء دول فضلوا معانا وأساميهم بتتردد معانا. أنت ليه ما تبقاش كده؟ اخترع حاجة، ذاكر الفيزياء، هتساعدك كتير قوي جدا في حياتك. هتعمل منك حاجة كويسة. اعتبر ان هي ثقافة، اعتبر ان هي معلومات بتفيدك. واتمنى ليكم التوفيق في حياتكم ان شاء الله، وتكونوا زي ما كنت، ما تكونوا زي ما تحبوا تكونوا يعني، وتوصلوا لاحلامكم. سعدت بلقائي معاكم، والى لقاء اخر ان شاء الله.